طيب والله قتلتني من الصبح لسه دخل معك في الزواج. شكو؟ ايش اللي شغل معك في الزواج؟ دخل تاريخ الانتهاء. شو ماكو تاريخ الانتهاء؟ ما في انتهاء. ارد اخلص من عندك هذا طلق ايش بخلص؟ شو مخسر وياك؟ ارد اخلص من عندك. مخسر وياك؟ موتيني. شو مسويت لك؟ دمرتيني. ما في عقد انتهاء على قلبك. دمرتيني دمرتيني والله. على قلبك على قلبك باقي. دمرتيني. والله قتلتني. والله قتلتني بالانتخابات. والله جزعتني. عم بير. شنو البارحة أول بارحة هذا صعد يوم نزل أول بارحة نزل يوم صعد ما نقول الحقيقة صعد هذا هو شنو سكر ضغوط صاعد نازل صاعد نازل سقطوها الانتخابات وخلينا نشوف شوف صاعد النازل من أول صعد نزل ضغط أكيد صدق أنت شو انتخبتي بالله أنا طبولي أنت تدري بالشارع 24 ساعة كساتهم لمرشح كساتهم لمرشح انتخبين على ايش العباس وانا اول احلف نبي العباس راح انتخبه احلف نبي العباس اخر شيء طبيت الانتخابات انتخبته وكليتهم لان كلهم حالفيني حتى حلفتي ما تروح حرام شلون كلهم حالفيني بالعباس وانا احلفت لهم بالعباس انتخبه شلون انا مو خربت الخائمه ماتت شلون؟ حالفت لهم غير واحد هو هاي هلا قاعدين البلاوي اليوم شلون اثنين طيور حب كلهم طيور حب ما لا طيور حب ولا يشوف ابوك يصبح من الوجيه يوجه من الصبح يشوف خير من الصبح يقابل ابوه طيور حب في الوجه لا تغار لا يما ان شاء الله ما حد يخربكم وما حد يقدر وما حد يفرقكم بس يما اقول لك شغله اليوم قريت كتاب عن السمنه وكيف تاثيرها على الجسم يما تخوف يما السمنه تاثر بالجسم وتاذيه وتدمره دمر يما صحيح ولذلك أنا قررت بعد ما أقرأ أي كتاب. أني أتأمل القرار بحظ؟ أمال راح أترك الأكل؟ أم داش العار؟ ليش يما هو الأكل اللي ينترك؟ يما هذا الثريد يما كرشك ثم كرشك ثم كرشك. قبر 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 يا والله. يلا ماما أنا راح آخذ ملاك وأروح. روح على ملاك جاي. لا تخلي المكياج. يلا وخذي ملاك وياك. لا تضيع حظك عيونك بالقاع تروحين وترجعين عيونك بالقاع. ادري بيجي بخبر وسوني سالفه سياره ان شاء الله سياره تايهه ليش اذا على بنتي؟ ايش عليك؟ انا سمحت لها بالخروج انت ايش عليك؟ ايش معنى؟ كيف انت روح حبيبتي روح روح حبيبتي الى اللقاء وداعا يما وداعا قلت هذا ملاك بس لا بس لا نقيا معزل هذا لا ها زين اقول لك ثول شوفينه حلوه صدق والله يعني مرتبه كيوت مو على مود اصلا حلوه انا ودي انزل لي من السعر باكل تشوفني حلوه انزل لي من السعر يلا تعالي امشي شوفينه كيوت حلوه مشيتي تجنن يلا امشي او ماي جاد معزل خلي نروح للثاني تعالي روح للثاني هذا معزل بس لازم نصير مثقفين لان وصلنا لابو المحل امشي السلام عليكم وعليكم السلام عيوني اهلا وسهلا نورتني المحل النور نورك بعد قلبي يسلم قلبك يا عمري تفضلي عمري قولي شنو رايده ايش رايده مثلا يعني انت عندك محل ملابس شاخذ فواكه من عندك يا بعد قلبي دوم الضحكه هم حلوه هم كوميديه فدوى القلب حشاشه عمري عمريني عيوني رايدت لي بيجامه مثل هاي عندك بس غير اقصد تراكس جسمه هو مثل هذا بس غير لون عندك؟ عيوني عندي موجود جميع الالوان، شنو اي لون ببالك عندي موجود. زين قلبي عندك مثل هذا بس غير بس اسمه بدون قوله؟ اي عيوني عندي بدون قوله، عندي جميع الالوان، شنو تريدين عندي؟ موجود بدون قوله، هذا السبعه. زين اقول لك هذا ما عندك منه ساده، هذا كله بيض عيون وبيض سلي، عندك ساده لون بس لون واحد؟ هي عيوني موجود ساده يعني جميع الالوان قلت لك موجوده واكو ساده واكو منقشات واكو بين شكل علامه تريديها موجوده بين زين هذا ايش قد سعره هذا الساده؟ عيوني احنا ارخص اسعار بالمحلات كليتها بالسوق
هذا بخمسة وبتخفيضات بعد لعيونك. شو تريدين؟ احنا حاضرين. زين ما يصير بثلاثة يا بعد كبدي عيوني. بثلاثة بثلاثة هاي ما يكون خاطرك الا طيب. اخليك اياه. زين ما يصير بألفين؟ بروح امك. لعيونك الحلوة يصير بألفين وتدللين. رحم الله وديك والله ما تقصر والنعم مني. ايش بلا وش هذا شو ما عجبني شغلاته كذا ما عجبتني. ادري غير ما عرفت ترى منه انه بشكل اقل طين ساده عده ساده الوان عده الوان اقل رخص لي بالفين رخص لي هسه بدي اشتري من غيره. زين اقول لك عمي عندك نصردان؟ عيوني جانا الشتاء يعني مو نصردان هي هاي البضاعه جبتها شتويه بس موجود نصردان عندي اما ساده وجميع الالوان. شو اسوي لو هذا شوف مين ما طب لي يجيني بدرب. زين اقول لك عمي هذا خلي لي اياه بعلاقه بين ما افتر للسوق اشتري لك كم شغله واجاخذ من عندك. تمام عيونك تدللين. اعطيني الرقم مالتك يعني حتى اتصل عليك خاطر تنسي. اخوي شنو هاي السوالف التعبانه؟ شنو هي مال الارقام؟ وياي طفله اذا سمعتك شو تقول هسه؟ مو عيب عليك؟ يعني انتم ما تبطلون هاي سوالفكم؟ مو صوتكم، صوت اللي يجي يشتري من عندكم. يلا باي. امشي. يلا ارقام زاحم. الكعبة اليوم اللي اعطيها الرقم. هذا بيت الرقم مالتي ملك اوفي اوفي خلي لحقنا وهناك بالبيت اعطي الرقم. وشي كعب اليوم ما عوفك لا ما رقمك ما عوفك. وش حتى ما اقدر اطي رقم من عمامي خوالي شو اقدر حتى رقم ما اقدر اطي. امشي هناك انت امشي ما عوفك وحلي ما عوفك. هذا ركن خلقت لي هنا بركن وطيب تعي تعي. افتح المكياج واخذ من هذا الرقم. يلا امشي. هاي نام امسك المكياج. وين انا؟ هذا الرقم. قلت ما جبت لي راحت من هنا؟ اعطيني اعطيني يلا اعطيني شطيك ما عاد اخذ دوالي. اقول لك بنيه ما عاد اخذ اعطيني اعطيني الرقم الرقم شوف ما عرفت تعطيني الرقم انت مني وساك ساعدك يدور هذا تعطيني رقم. هاي اختي امات هاي انت؟ هاي اختي امات بيتها. هاي شنو سويت بروحك؟ ما سويت شيء بس مزحت المكياج اخاف من اهلي. يعني هاي مسحت المكياج وهي صورتي. خرب شرفي اذا ابقى بالعراق. الساعة الأربعة الفجر ايش قد نمت انت وياني؟ تعبت البارحة وانا افتار وهذا يركض وراي ابو الملابس يدور رقم. بس انا ليش اشتري ملابس؟ هسه مو عندي ملابس قديمة وحلوات وما اشتريتن بعدهن جدد. خل اروح اطلعهن واروح البسهن خل اشوفن حلوات علي. اي هذني هسه حلوات ليش اخسر اهلي واخذ من عندهم فلوس تعال اشتروا لي هسه هذني خبلن قاعدين علي. هسه طلع بيهم تخبل الله شوف الجمر بعد شلون قاعدين وياي يخبلن صارن على وجهي الله. البنيه راح تشرب بالليل البنيه راح تشرد الانستغرام والتاكات سوون عليه تاك خبروا البنات راح تشرب البنيه خلنا قلبوها.
شكو؟ وليش راح الشردين؟ بيش مقصرين وياش؟ مقصرين وياش بكيل؟ لا والله. مقصرين وياش بشيرين؟ لا. مقصرين وياش بملبس؟ لا. مقصرين وياش بطلعة؟ لا. البرحة مو جنتي طالعة؟ لا. اي طالعة طالعة. اي انت في الشردين؟ وليش ليش؟ لا يما لا لا والله لا شردة ولا شي، بس طلعت ملابسي الشتوية القديمة، كنت اشوف على جسمي شلونهن. انت مين شايف لهوات ولد؟ وانت مين اللي شايف لهوات؟ انت مين اللي شايف؟ انت من الشردين لقفلات بليل ظلمه الشردين الساعه من 4 الفجر ولد الشردين متعوبين اهلك وحمامك وقرايبك وتحسين وسط بيتك. شم والله ما شرده والكم ما شرده يما ايش فيك؟ اثار الجريمه كهم بينه، اثار الجريمه بالليل. انت الشردين ولد؟